عايزين نديلكوا يعني المفاجآت لو متاح. طيب خلاص اوكي، انا بصي هقول لك على كام حاجه، مش هقول على كل البرنامج، ولكن السيده ماجده حابه جدا هي تقدم كام عمل مصري اهداء للجمهور المصري، وهي مثلا التوبه، حي على الفلاح، احلف بسماها، دي ثلاث اغاني هتتقدم في الحفله. غير كده طبعا احنا عندنا عم يسالوني، انا اسمع قلبي، غني للناس، مفترق الطرق، طبعا دي من الاغاني المهمه جدا للسيده ماجده الرومي. طب بالقلب خليني، بعدين في كمان تواجد الاوركسترا بافتتاحيه لحليم الرومي، هتتقدم في اول حفله، اللي هو والد ماجده الرومي، ده مهم برضو قوي. في فالس الاوركسترا هيعمل كذا فالس في الحفله، دي برضو حاجه بتبقى مهمه جدا للموسيقى العالميه. ليه بقى بنعمل كده؟ او انا بختار حاجات زي ديت، لان الجمهور اللي يجي في فيستيفال زي ده او مهرجان زي ده هو منوع جدا، هيكون فيه طبعا اخواننا العرب اكيد موجودين للسياحه، وفي اجانب كتير هتكون موجوده، فتواجد الاجانب، تواجد العرب، تواجد المصريين، كلنا مع بعض، لازم الواحد يقدم لكل الناس علشان يحسوا ان ليهم تواجد في الحفل ده. طيب أكيد. ايه تاني يا مايسترو؟ عايزين نعرف كمان، انت قلت المنه ما قلتليش. طيب من احلى الاغاني برضو كلمات،